مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقيكم اليوم ونوافذ مروريه على شاشه البلد من كوبري النيل الابيض او كوبري السلاح الطبي. كوبري السلاح الطبي هو واحد من الكباري المهمه جدا اللي بتربط لنا بين ام درمان والخرطوم. في الفترة الصباحية المسارات بتكون هو 4 مسارات، 3 مسارات إلى داخل الخرطوم ومسار واحد إلى أم درمان، وفي أوقات الذروة بيكون العكس، 3 مسارات إلى الخرطوم ومسار واحد إلى أم درمان. وبعد الاتصال بغرفة الضبط المروري 3 سبعات هنالك هدوء أحوال في بقية الكباري، كوبري المكنمر وكوبري المنشية وكذلك كوبري الفتيحاب وكوبري شمبات وأيضا كوبري سوبا والحلفاية، ولا ننسى كوبري توتي هو كمان من الكباري الهادئة جدا اللي بتربط توتي والخرطوم. إحنا الليلة كنا حريصين جدا إنه نلتقيكم من المنطقة دي، منطقة مهمة جدا وخاصة لناس يعني سكان مدينة أم درمان. أم درمان منطقة كبيرة جدا، عندهم تاني كوبري الفتيحاب برضو ممكن يساعدهم إنهم هم يجوا إلى وسط الخرطوم، وكذلك كوبري شمبات. المنطقة طبعا فيها مستشفى السلاح الطبي، يعني منطقة مهمة جدا هي. نعم ما فيها إشارة ضوئية ولكن فيها رجال مرور على مدار 24 ساعة هم موجودين في المنطقة دي، وكذلك دورية مرور ارتكاز ثابت في هذه المنطقة يعني المهمة جدا. عدد من المسارات في كوبري النيل الأبيض، التخطي الخاطئ هو ممكن، التخطي الخاطئ داخل الكوبري ممكن، والتخطي الغير آمن ممكن يسبب إلى حوادث مرورية. وتخيلوا تماما يعني إذا حصل حادث في كوبري النيل الأبيض يعني الحركة حتقيف تماما، يعني حتعيق حركة السير والمرور وبتعمل كثافات وازدحام مروري. إذا إحنا نكون بعيدين من السلوكيات الخاطئة، بعيدين من التخطي داخل الكوبري، وكذلك أيضا السرعات الزايدة خاصة في المناطق دي هي مشكلة كبيرة جدا لأنها بالتأكيد بتؤدي إلى حوادث مرورية. رجال المرور هم موجودين في المنطقة دي على مدار 24 ساعة عشان يساعدوا شركاء الطريق إنه يعبروا الشارع. بالمناسبة المنطقة اللي إحنا واقفين فيها دي منطقة خطرة جدا للمشاة إذا هم عايزين يعبروا فيها يعني بطريقة غير آمنة. فرجال المرور ممكن يستعينوا بهم في منطقة السلاح الطبي، يستعينوا برجال المرور يساعدوهم عشان يعبروا الشارع. العبور هنا كثير لأنه دي مستشفى، واحدة من يعني الخدمات اللي بتقدم للمواطنين في مستشفى السلاح الطبي، فكثير من شركاء الطريق بيحاولوا يعبروا عشان يمشوا المستشفى. إذا ما عبروا بالطريقة الصحيحة يعني الطريقة الآمنة بالتأكيد حيسببوا في حوادث مرورية. حوادث المشاة هي قد تكون كثيرة جدا، ولكن الحمد لله اليوم من خلال الإحصائيات ومن خلال السجلات الجنائية أفادونا أنه يعني الحمد لله اليوم بالذات ما في حوادث موت، لكن الفترة اللي فاتت كان كثير جدا من حوادث الموت خاصة بالنسبة لعبور المشاة. حاجة ثانية ممكن نتكلم فيها، المخدرات أصبحت مشكلة كبيرة جدا بتؤرق كل الأسر، بتؤرق كل المجتمعات. المخدرات هي أصبحت واحدة من الأسباب كمان اللي ممكن تؤدي إلى الحوادث المرورية، وطبعا دي هي تعتبر جريمة بيعاقب عليها القانون وليست مخالفة، وهي القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية والقيادة تحت تأثير الخمر هي تعتبر جريمة بيعاقب عليها القانون. بالتأكيد هنالك حملات يعني قايمة بها إدارة المكافحة حملات راتبة، وإن شاء الله الحملات دي طبعا حتكون على مدار السنة في كل ولايات السودان، هي إن شاء الله حتقوم بحملات راتبة لمكافحة هذه يعني الظاهرة اللي هي مخيفة جدا. يعني المخدرات هي كارثة، طبعا هي كارثة بتأرق كل المجتمعات وبتأرق كل الأسر. لابد إحنا نحافظ على شبابنا ونحافظ على وطننا
ونحاول يعني بقدر الامكان انه احنا تكون هنالك توعيه. يعني الان يعني احنا ملاحظين هنالك توعيه من مؤسسات المجتمع المدني وايضا توعيه من نجوم المجتمع، ودي يعني يعني بتوري المسؤوليه المجتمعيه وخطوره هذه يعني المشكله الكبيره. لكن الحمد لله ايضا اعلام دائره مرور ولايه الخرطوم حيكون عنده دور، حتكون هنالك حمله توعويه تحت الشعار قيادة آمنة بلا حوادث مرورية. هتكون هنالك حملة في الأيام المقبلة بإذن الله، دارين الناس تتجاوب معانا في هذه الحملة، نحاول نتناصح والناس ترشد بعضها البعض. يعني حتى التوجيه والإرشاد يعني حاجة كويسة إنه يكون من شريكك في الطريق، يعني ممكن هو يقول لك ما تتجاوز. إذا أي شخص صاحب مركبة شاف زميله التاني في الشارع بيقود باستهتار ممكن ينصحه، إذا شافه بيقود بصورة يعني غير آمنة، إذا شافه بتجاوز في الإشارة الحمراء. التناصح مهم جدا بين شركاء الطريق عشان نقدر نحقق السلامة المرورية. ودائما بقول لكم رجل المرور هو منكم ولخدمتكم. إلى أن نلتقيكم في نافذة جديدة بإذن الله، في أمان الله.